العام الجديد. دبي تحتفل باستقبال العام الجديد بهذه الألعاب النارية الضخمة في برج خليفة، أطول برج في العالم، وهذه النافورة الراقصة التي اشتهر بها برج دبي. إذن احتفال كامل لهذا البرج وهذا هذه المدينة التي هي أول مدينة عربية وتستقبل العام الجديد. إذن كما شاهدنا احتفالات في سيدني لا تقل عنها احتفالات دبي عن جمالها وروعتها بالألعاب النارية باستقبال العام الجديد. إذن هو عام جديد يأتي وعام مرة.